تأمين السفر كان شرطاً أساسياً في السابق للحصول على تأشيرة دول الشنغن، إلا أن فيروس كورونا فرض نوعاً جديداً من التأمين لجميع الدول التي يخطط الكويتيون السفر إليها. يتراوح السعر ما بين، إذا أخذنا أسبوع ودول شنغن فقط، بتكون دينارين ونص، وإذا كان الكلفة الأكبر اللي هي بما فيها أمريكا وكندا والعاملين الآخرين توصل إلى 87 دينار بالسنة. هل هذا التأمين يغطي فترة الحجر الصحي وكذلك فحص بي سي آر؟ شوف، الحجر الصحي بتعرف موضوع كورونا لازال يعتبر جديد، فلحد الآن اللي صدر أنه لا يغطي بي سي آر، فحص البي سي آر مش مغطى. الحجر الصحي بمعنى آخر مش إذا هو عم يتعالج خلال فحص خلال الحجر الصحي، وإنما إذا عم نحكي عن تغطية لمجرد أنه هو عنده كورونا وقاعد بالبيت، فبنكون عم نعوضه بمبلغ من المال. هذا لسه شركات الكبيرة إعادة التأمين لسه ما أخذت قرار فيه. تفاوت في أسعار وثائق التأمين وحجم تغطيتها، لكن كيف ينظر إليها المسافر؟ أنا أعتبر أن فرض تأمين السفر يخلي المسافر مرتاح بسفرته، يعني لازم يبص. أنا أشوف سعر تأمين السفر بخصوص الكورونا سعر مناسب، اللي هو دينارين ونص، سعر مناسب للجميع. لا، هو كلش ما عقد حق تأمين السفر، بالعكس هذا أفضل حق صحتنا. مطار الكويت الدولي يشترط على كل مسافر كويتي إصدار تأمين سفر يغطي المصاريف الطبية لمصابي فيروس كورونا ضمن بنود وثائق التأمين على السفر. إن كنت من المسافرين يجب أن تضع تأمين السفر ضمن الأولويات مع إعادة تشغيل الطيران التجاري بالكويت في الأول من أغسطس. من الكويت، خالد كبيس، سكاي نيوز عربية.